نقاش فيما يتعلق بقضية استقلاليتها واعتقال رئيس المفوضية ومفوض آخر، وهذه قضية تتعلق بالقضاء. احنا ما فهمنا النقاش لماذا، لهذا طلبنا اليوم إذا أكو مشكلة لنطلب استيضاح من القضاء، من قاضي التحقيق الذي قام بهذا الاعتقال، وهل إجراءاته سليمة من ناحية قانونية أو غير سليمة. لا يجوز أن كمجلس نواب نناقش في تفاصيل قضائية ولا نعرف من مع من نتوجه الحديث. هاي القضية الكل اتفق في مجلس النواب أن القضية تتعلق بالقضاء وقضية قضائية صرفة. فإذا خلنا نطلب من القضاء، هل قاضي التحقيق أخطأ في هذا الاعتقال؟ هل تجاوز صلاحيته؟ نطلب من مجلس القضاء توضيح في هذا الجانب، وإذا كان هناك خلل لدى القضاء على القضاء أن يعدل نفسه ويعدل الخلل الذي صار. شوف احنا نسعى إلى تشكيل مفوضية محايدة، يعني ما من حازة لهذا الطرف أو ذاك، مستقلة بمعنى الكلمة. تعرفون حاولنا بالفترة الماضية، ولكن للأسف بعض الأشخاص أو مفوضين بالمفوضية هم حزبيين. اليوم يجب أن لا نقع في نفس الخطأ ونضع مزيد من الضمانات حتى نمنع مجيء حزبيين مرة ثانية إلى المفوضية، وهذا أمر حساس بالنسبة لنا بصراحة. نحن ضد تأسيس المفوضية مع استقلالية المفوضية، ويجب أن نحرص على استقلالية المفوضية. تعرفون لأنه مجلس النواب هو راح يقرر المفوضية، مجلس النواب هو مجموعة كتل سياسية، راح يصير تنازع بين الكتل السياسية على الموضوع، وراح نشهد مزيد من التنازع. اللجنة حسب اطلاعنا بدها تشتغل عمل لا بأس به، الآن وصلت إلى من 7000 اسم إلى 300 اسم، يحتاج تختزل إلى 60 اسم، ثم تختار بعد المقابلات مفوضين، حوالي 8 مفوضين. هذا يحتاج إلى عمل كلش دقيق، ونتمنى أن الكتل السياسية ما تلجأ إلى الاستقطاب وتأثر على عمل الخبراء.